صراحه لا بيريود ديال الكوفيد في الاول كنت مع جمعيه رفقاء الخير، كنا قمنا باعمال تطوعيه كل نهار. من بعد يعني الموضوع بدا كيخفف شويه، بدينا كنولفوا، بدينا كنقدروا نخرجوا بلا ما نخافوا. في الاول كنا تشرى جميله محلولين كنخافوا، يعني الفتره ديال الحجر الصحي كنعتقد انها عندها ايجابياتها وسلبياتها. السلبيات ديالها انه بزاف ديال الناس فقدوا عائلاتهم، بزاف ديال الناس ما قدروش يخدموا، بزاف ديال الارزاق تقطعات، ولكن كنظل ايجابيه بيت ان الناس جلسوا مع راسهم وحاولوا يعرفوا اللي ليهم واللي عليهم، وان الحياه تقدر مهما وصلتي تجي شي حاجه اللي غادي تقدر تخليك يعني كنا كاملين سواسيه، سواء الواحد اللي كيصحاب راسو ويحصل منا، اولا انا الا شي نهار فكرت براسي انني فنانه اولا انني لا، حنا كاملين ولاد 9 شهور و فوالا. كنتمنى هذا الوباء يدوز. 2020 في الفراز 2020 كانت سنه صعيبه بزاف، كانت سنه فيها شي حوايج اللي ما عمرنا ما عشناهم، كان فيها رعب وخوف وخوف على عائلاتنا، خوف على صحابنا. وكنتمنى ان شاء الله 2021 هي بدات بالفيضانات، ولكن الله اعلم. صراحه ما عندي حتى شي تعليق، كنتمنى غير من السلطات ينتبهوا اكثر، وكنتمنى بلادنا تبقى دائما امنه.